السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف مواقع بتساعدنا على الحصول على الوظيفة، بتظبط لك السي في. مواقع بتعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني الذكاء الاصطناعي هيساعدك في ان تحصل على وظيفة، مش هيطردك من الوظيفة. طيب، اول موقع اللي هو هايبر سناب، بتبدا تديله السي في بتاعك، ممكن تعمله ابلود لو هو جاهز عندك، او تبدا ان انت تكتب المعلومات المطلوبة منك، هو يديك ملحوظات ويبدا يصلح لك السي في ويبدا يعمل لك بشكل كويس وهكذا. فهو هيخدمك في ان هو يظبط لك السي في، اختار الشكل اللي انت عايزه، اختار مثلا الشكل دوت، ويبدا ان هو يحط لك المعلومات اللي عندك في شكل منسق وشكل جميل جدا، بحيث ان هو يكون مقبول سواء اللي بيشوف السي في ده انسان، يعني هيومن ريسورس او بروكيرمنت او اي من يعني انسان، او في برامج بتبقى متخصصه انها بتشوف السي في قبل، يعني مثلا هم كانوا طالبين مثلا وظيفه مهندس معماري، فجات لهم سباق كتيره، فهم بيعملوا فلتره للسباقات ديت، فهو بيضمن ان السي في بتاعك يكون مقبول، في كلمات معينه بتبقى موجوده، كلمات معينه ما ينفعش تتحط، فبيظبط لك السي في بحيث ان هو يكون مقبول ويبقى في فرصه ان انت تحصل على الانترفيو، وده اللي هيأهلك للوظيفه. زبار اي اي هيبدا يشوف لك بقى ايه المسار اللي انت عايزه وازاي تقوي نفسك في المسار دوت، ويديك ادفايز ويجهزك للانترفيو ويعمل معاك الكفر ليتر. ده برضو موقع من المواقع اللي هي يشوف السكيلز اللي انت محتاجها عشان تبقى ليك فرصة اكبر في الوظائف. ماتش ذا ترول بيبدأ يقولك انت عايز وظيفة ايه بالمانجر، فيبدأ يجيب لك ايه الكلمات التانية اللي ممكن تتكتب، بيبقى فيه فرص برضو، يعني اللي مثلا كاد مانجر، بيلدينج انفورميشن مانجمنت مانجر وهكذا، فبيبدأ يديك بعض الحاجات اللي تنفع للوظيفة بتاعتك. تمام، بيقول لك اكتب السي في وهو يبدا ان هو يظبط لك السي في بتاعك. ده موقع اسمه كارير فلو، بيبدا برضو يحاول ان هو يديك فرصه ان تحصل على الوظيفه اللي بتحلم بيها، وبيبدا ان هو يقدم لك حاجات كتيره، وتقدر تحط الشركات اللي انت مقدم فيها في الوش ليست او ابلايد او في انترفيو وهكذا، بتقدر تتابع الوظايف، وبيساعدك في ان هو يعمل لك السي في بتاعك على لينكد ان، يعمل لك مراجعه للسي في، يقول لك لو في اي مشاكل في السي في وهكذا. ندخل بقى على موقع سونارا دوت، ده بيعمل لك سيرش على الوظايف بشكل قوي، وتقدر تعمل السي في بتاعك برضو عندهم. وطبعا كل موقع دي بيبقى فيه نسخه فري ونسخه بفلوس بيكون فيها امكانيات افضل. انترفيو جام ده بيجهزك برضو للانترفيو، بتقول له كاتيجوري، فبيبدا ان هو يجهزك كاسئله كمواضيع، كاي الحاجات اللي تخلي بالك منها، يعمل لك الكفر ليتر، يعمل لك السي في بتاعك. الموقعين برضو اللي جايين برضو بيساعدك في الانترفيو، بيحضرك الانترفيو، فبتبدا تتكلم عن نفسك والوظيفه اللي انت بتحلم بيها، ويبدا ان هو يتناقش معاك. برضو الموقع دوت دريم جوب از نوت جاست ا دريم، مش حلم، هو هيساعدك سواء بقى يعمل لك السي في، يحصله لك، يجهز لك الكفر ليتر، يبقى في حد زي كوتش بالنسبه لك او مدرب بالنسبه لك للانترفيو، بحيث تتدرب على الاسئله اللي ممكن تسالها. فكل موقع دي بتساعدك بشكل حلو قوي، اي حد بيدور على وظيفه يبدا يشوف الموقع ديت، واساسي لينكد ان. لينكد ان من المواقع الاساسيه اللي لازم تكون عامل حساب عليها، وما تضيعش وقتك على الفيسبوك، لا دي واستفاد منه على لينكد ان. ده مثلا السي في بتاعي، فاي حد بيدور في جوجل بيطلع معايا، ممكن تكون انت عامله بي دي اف او عامله على الوورد عندك على الجهاز وعلى الشركات، بس ما بيظهرش في محرك البحث. لينكد ان هيوفر لك وسيله ان هو يظهر في محركات البحث. تمام، بالتوفيق ان شاء الله، سيب لكم الروابط اسفل الفيديو.